فضلت شيخ، كنا بنتكلم قبل الفاصل وحضرتك بتقول السلبية، انه لما نشوف حاجة غلط نغيرها، لما نشوف حاجة مش صح نتدخل ونتكلم. حدود التدخل وحدود السلبيات اللي حضرتك اتكلمت عليها، وبعض الناس اللي بتنتقد غيرها، يعني الناس اللي قاعدين بالمرصاد لأي حد يتنفس نفس يقولوا له انت غلط انت صح، انت عملت كده ليه، انت ده ما يصحش، ده ما ينفعش، ده خصوصا دلوقتي على السوشيال ميديا. هل ده بيعتبر نوع من الإيجابية يعني اللي حضرتك بتتكلم عنها، ولا ده نوع من التدخل الزيادة عن اللزوم فيما لا يعني؟ بصي حضرتك، هو الاسلام اتكلم على ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الضابط الاول انه يكون بالحكمه والموعظه الحسنه واللفظ اللين. كلمه حلوه بالراحه قوي، تمام؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. واحد جاي لهارون الرشيد بيقول له يا امير المؤمنين ائذن لي بالنصيحه، قال اذنت. وأذن لي أن أغلظ لك، قال لا آذن. قال له ولما؟ قال له لأن الله بعث اللي أحسن منك للأسوأ مني، وما قالوش كده. أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال فقول له قولا لينا. فتزعلي من بعض الناس على السوشيال ميديا، متخيل إن هو ورا الشاشة ولا يراه الناس، وتلاقيه عمال يسب في الناس ويشتم في الناس بالظبط ويحاسبن على الناس، وهو لا، والناس ما تعرفوهوش اصلا. ودي ازمه كبيره جدا. وخلي بال معليكي، ما فيش حرف بيتكتب الا وسنسال عنه امام الله، ما فيش صوره بتتنشر الا وسنسال عنها امام الله عز وجل، ما فيش فيديو بيشير الا وسنسال عنه امام الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا قال فتبينوا، لابد من التبين. فرقم واحد، لابد من بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى لو صار جدال، جدال بالتي هي أحسن. ولما يجي النبي من الأنبياء بيكلم ناس يعبدون الأصنام، تخيل حضرتك يقول لهم إيه؟ إني أراكم بخير. تخيل يقول لهم إيه؟ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تخيل يقول لهم إيه؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إيه ده؟ يعني سياق الآية قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون. لا، ده النبي بيقول لهم أنتم مش هتتسألوا عن إجرامنا، وإحنا شوف الأدب، وإحنا مش هنتسأل عن أعمالكم. سياق الآية يقول إن مش هتسألوا عن إجرامنا ولا هنسأل عن إجرامكم. لا طبعا، هو ده اللفظ يا فندم. لابد أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. اللفظ الغليظ والشدة سيحاسب عنها الإنسان أمام الله عز وجل. قال الله عز وجل والاتهامات بقى، ده كمان يعني داخل فيها بعض الاتهامات وتوجيه الكلمات اللي ممكن تكون صعبة، اللي ممكن توجع. تكون تجرح بالظبط. قال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقبل ما نتكلم لازم الكلمة تكون بالراحة، كلمة بعلم، والكلمة بفهم، والكلمة لينة وجميلة. رقم اتنين، لا أتدخل في خصوصيات الناس. حد أنا ما أعرفوش وما أعرفش ظروفه وما أعرفش أحواله وما أعرفش إيه الموضوع، أنا داخل شمال ليه؟ بالظبط. النقطة الثالثة، أنا لما باجي أأمر حد بمعروف أو أنهاه عن منكر بعمل طريقتين. الطريقة الأولى أمدحه بما هو فيه من خير. يعني أنا جاي أقول لابني الصلاة وما تأخرهاش، أقول له أنا بحبك ومبسوط جدا منك لأنك صادق وعمرك ما تكذب أبدا، بس عايزين بقى الحلو يكمل. يقول لي إيه يا بابا؟ أقول له خلي بالك ما تأخرش الصلاة. فبدأت إيه؟ أمدحه الأول، وبعدين إيه؟ أديله الثقة وأطمنه عشان يتقبل طبعًا كلامي. طبعًا يا فندم، عشان أفتح صدره، أفتح قلبه ليا، شرح صدره للكلام. إنما ده لا يحدث للأسف الشديد من بعض الناس على السوشيال ميديا، من بعض، إن في ناس رائعة، في ناس متابعين. طبعًا أنا بتكلم على جميلة. الجزئية اللي هي بتنتقد. بالظبط، في ناس رائعة جدًا، وناس يعني في منتهى الذوق وفي منتهى الرقي وفي طبعًا منتهى التحضر، طبعًا في منتهى التقدم. إنما إحنا بقى إيه؟ عايزين الحلو يكمل بقى. الفئة التانية اللي ممكن تبقى أسلوبها هجومي، أسلوبها فيه سب، أسلوبها فيه شتم، أسلوبها فيه اتهام، طب أنت بتتهمني بناء على إيه؟ أنت تعرف عني إيه عشان يتهمك أو يتهمني أو يتهم أي حد؟ اتق الله عز وجل، وعند الله تجتمع الخصوم. صحيح، ما نتهمش حد. كمان لا أتعامل مع ذنوب الناس وأخطاء الناس على أني إله. كلنا بشر وكلنا نخطئ ونصيب. ما بصش لعيوبي ولكن أتكلم عن عيوب غيري. بالظبط، وأنا مش مركز مع نفسي. ولذلك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قال عجبا لابن آدم يرى القشة في عين صاحبه
ولا يرى الخشبة في عينه. يعني حلو الخشبة دي، شوف بتطلع ازاي. القشة يعني شايف العيب الصغير قوي في صاحبه قوي. تمام، لكن ما بيشوفش ومش شايف العيب اللي قد كده فيه. العيب بص على نفسك. اه طبعا، اللي في الشخص نفسه بالظبط. اه طبعا، اه طبعا بالظبط. يعني هو يبقى ما يعلم بيه الا ربنا، وعمال ينقد في الناس. يا عم الله يرضى عنك، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. من تلت الاسلام، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحشري غريب. واتشو.